يقول هذا من احسن اللاعبين في العالم مع المقابله الاخرى ما يعرفش يلعب يعني حوايج يدبدب كاع. ولكن ديمبلي كان عنده مشكل ايضا الاصابات وحتى يعني باش يجدد العقد ديالو اكيد هو اللي ربما كان يدبدب. عمار ليست الافكار والجمل التكتيكيه التي اصبح يعتمد عليها تشافي هي السبب الرئيسي والوحيد في عوده النادي. تعرف بأنه من بين الأسباب هناك أمر آخر تحدثت عنه الصحافة الكاتالونية هذا الأسبوع وهو استعانة تشافي بأحد برامج الذكاء الاصطناعي لتحليل المباريات والاستفادة من المعطيات أثناء جريان اللقاء. يعني أصبحت كل تدخلاته في المباراة وكل تغييراته وكل مواقفه مبنية على هذه الإحصائيات التي تصله. ممكن تعاون كثير تربحوا الوقت. نعم. في المقابلة نظن بلي باش يدي 10 دقائق باش يدي ديسيزيون نظن بلي بحوايج كما هذو يدي أقل. ودركا الوقت مهم خاصة في كرة القدم في المستوى العالي. كل ما تنترفوني قبل المدرب للمنافس تقدر تربحه. لو كنت تلقى ينفي بلاس قبل ما يلقاه المدرب المنافس تربحه في المقابلة. تنظم لهذا الشيء كان لصالح برشلونة أكثر. ولكن أنا رأيي الخاص كونيا سبورت انتليجنس هذه هي الشركة التي أعطته برنامجا مطورا. نعم حتى شوف حتى من الناحية النفسية نظم لي تشافي يحسب له أنه خرج الفريق خرج اللاعبين من هذيك الحاله النفسيه اللي كانوا مع كومان وتفحم انهم يتقبلوا الافكار تاعو والفلسفه تاعو في ظرف قصير. هذا الشيء يحسب لتشافي اكثر لانه ما كانش مدرب واحد اخر كون جا اي مدرب واحد اخر في مكان تشافي ضمن ما كانش راح يربح اللاعبين ويربح الافكار تاعو في هذا الوقت بالطريقه هذه في الظرف الوجيز هذا. ولكن نوبلي تشافي افكاره باينه فلسفته باينه ومطروحة في كامل المقابلات.